شرح كتالوج شهر 6. أول مجموعة معانا النهاردة هي مجموعة أمازونيا. مجموعة أمازونيا بخلاصة الزهور والنباتات هي بخلاصة زهرة البشون. زهرة البشون من نباتات الأمازون. الزهرة دي معروفة بالخواص بتاعتها المهدئة والمريحة. المجموعة دي مخصوص لجميع الأعمار. نازل من المجموعة دي الفيس واش اللي هي الرغوة للبشرة، نازل منها الفيس ميست او التونر بتاع البشرة والكريم بتاع البشرة. في نفس المجموعة عندنا الامازونيا منزل لنا شاور جل للرجال، ريحته منعشة جدا. كمان مجموعة امازونيا زي ما بتخاطب البشرة بتخاطب كمان الجسم، منزل لنا شاور جل للجسم، بودي كريم، كريم للجسم، وصابونة للجسم. جورداني جولد منزل كريم اساس جديد حلو قوي بالمينرال ثيرابي او بالمعادن البحرية. هو مش بس كريم اساس، هو كريم اساس وكمان مرطب قوي جدا للبشرة ومغذي للبشرة. نازل بالوان مختلفة من البورسلان لحد الجولدن بيج. ازاي تقدري تنقي اللون المناسب لبشرتك؟ انت بتجربيه على بشرة الوجه وبتوزعيه على البشرة. لو اللون اختلط بالبشرة يبقى ده مناسب ليكي، لو اللون افتح بكتير يبقى ده مش مناسب. في نفس الوقت لازم تعمليه توزعيه بالسفنجة او بالفرشة بتاعة كريم الاساس. توزيع كريم الاساس بالايدين مش مظبوط، مش ما بيطلعش حلو قوي، لكن لما بتوزعيه بالفرشه او بالسفنجه بيطلع حلو جدا. مجموعه الاوبتيمال وايت طبعا هي من المجموعات القديمه مش من الجديده، لكن انا اخترت النهارده الكبسولات اتكلم عليها علشان عليها 45% خصم، خصم حلو جدا. الكبسولات هي فيها 28 كبسولة مخصوص لتفتيح البشرة، تقدري تستخدميها كل يوم بالليل قبل النوم، تفتحي الكبسولة وتحطيها على البشرة وبعدها تحطي كريم الليل بتاعك لمدة 28 يوم. جورداني جولد منزل كمان الأقلام. الأقلام دي بتتبري، للناس اللي بتحب الأقلام اللي بتتبري، ناعمة جدا على الشفايف. نقدر نختار اللون المناسب، لو انت هتحطي اللون الاحمر تقدري تاخدي المحدد الاحمر، او لو انت بتحبي الالوان الفواتح هيبقى اللون النود اللي هو لون الشفايف مناسب ليكي اكتر. بعد ما بنحدد بالمحدد بنوزع بالفرشة، وممكن كمان نوزع الروج بالفرشة برضو، وده هيديكي نتيجة افضل. البايو كلينيك منزل لنا الانتي بريك اوت. انتي بريك اوت ده مخصوص نازل علشان الحبوب او اثار الحبوب، الاحمرار اللي بيبقى موجود في البشره. الناس اللي بتعاني من اثار الحبوب الحمراء يقدروا يستخدموه، فهو بحامض الساليكليك. الكريم ده او السيروم ده بنحطه مره الصبح قبل الكريم النهار بتاعنا على البشره، هو بيخلصك مع الوقت من الحبوب بتاعتك او من اثر الحبوب. تقدري تستخدميه مره الصبح ومره بالليل. مجموعه رويال فيلفت نزلت لنا سكراب جديد للبشره اللي هو باودر سكراب، بودره سكراب. بتستخدم ازاي؟ بنحطها في الايد، بنحط عليها شويه ميه، هنلاقيها تحولت لكريم، بندلكها في الايد شويه هنلاقيها تحولت لكريم، بعدين نبتدي نوزعها وندلكها على البشره. طبعا الرويال فيلفت بخلاصه زهره الايريس، وهي معروفه بالخواص بتاعتها انها بتشد وبترطب البشره. السكراب ده ممكن استخدمه من مره لمرتين في الاسبوع على البشره، وبعدها يفضل ان انا احط كريم مرطب للبشره. مجموعه الاسنشال هي مناسبه لجميع الاعمار، منزله برضو الديلي سكراب اللي هو السكراب اليومي. يعني السكراب اليومي ما افضلش انه يستخدم كل يوم، ممكن يستخدم يوم يوم لا على البشره، وهو مكون من فيتامين اي اللي معروف بانه مضاد للاكسده. طريقه استخدام السكراب، بنبل الوش، بنحط السكراب على الوش ونعمل تدليك للبشره، وبعدين بنشطف البشره وبعدها بنحط الكريم المرطب بتاعنا. الاقلام الجديده اللي نازله ممكن تستخدم بكذا طريقه. لو كنت انت عينيكي ضيقه تستخدمي الابيض او الروز، يفضل يتحط جوه العين. اما لو عينيكي واسعه تقدري تحطي الاسود والبني او الالوان الغوامق.
تقدري تشتغلي بيه فوق العين او من تحت العين او حتى جوه العين. الوان طريه جدا والوانها حلوه جدا. الباري كول اللي نازل جديد الاودو كولوني دي اودو كولوني بالتوت، هي برائحة التوت والمسك. لو انت بتحبي الريحة دي فده هيعجبك جدا، تقدري تستخدميه بعد الشاور بتاعك ترشي على جسمك، هيديكي ريحة الفواكه او التوت. الهير اكس نزل لنا مجموعة جديدة اللي هي الشاين بوست. مجموعة الشاين بوست مخصوص للناس اللي بيعانوا من شعر ما بيلمعش ونقصه تغذية، فهو هيديكي لمعان حلو جدا لشعرك. تقدري تستخدمي الشامبو والبلسم وبعد كده حسب لون شعرك. لو انت شعرك فاتح هتستخدمي السيرم للشعر الفاتح، اما لو انت شعرك غامق فهتستخدمي السيرم الغامق. طب ده بيستخدم ازاي؟ ده بعد لما بتغسلي الشعر وبتحطي البلسم وبتشطفيه بتنشفي الشعر، بيبقى الشعر مندي وبنحط عليه السيرم وبنسيبه على الشعر. ده بيعكس الضوء وبينور بيخلي الشعرايه تلمع اكتر. اخر حاجه معانا النهارده هي الماسكارا بتاعه اوريفليم بيوتي. الماسكارا دي مكونه من جزئين، جزء بيطول والجزء الابيض ده بيكثف، بيديكي كثافه وطول في نفس الوقت. فدي مناسبه قوي للناس اللي عينيها واسعه، مناسبه قوي لو انت بتعاني من رموش خفيفه فهتديكي الكثافه بتاعه الرموش. فرصه الشهر ده عليها خصم حلو قوي، ففرصه نستفيد بالفرصه دي. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج 6.